الله يسعدك ويعافيك. كيف حالك؟ طيب فلك العافيه. احنا يعني باسم الهيئه الملكيه زرناك ونسلم عليك وندعو لك ان شاء الله بالشفاء ونقدم لك بس هديه. الله يحفظك ويعافيك، فلك العافيه ان شاء الله. الله يجزاك يا رب، الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. وشكرا لك وللكادر الطبي من الدكتور باجنيد الى اصغر واحد. الله يجزاك الله يرضى عليكم ويخرج ان شاء الله مشافى معافى يا رب ان شاء الله باذن الله. تبارك الله. السلام عليكم. الحمد لله على سلامتك. كيف صحتك؟ طيب الله يعافيك ويشافيك ان شاء الله ويخرجك بسلام. كيفك الان ان شاء الله بعد كم مضى عليك انت من الاول؟ الثالث؟ اليوم الثالث. الحمد لله. وحادث؟ لا مراره. وصارت العمليه؟ لا ان شاء الله في يوم الربع. يا رب الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله. بدر عافيه. والله حبينا باسم الهيئه نسلم عليك ونزورك وندعو لك بالشفاء ان شاء الله، وهديه بس تتذكرنا وتتذكر احباب الهيئه. الله ان شاء الله. كيف حالك؟ طيب بشرنا عنك. محمد وش اخبارك يا محمد؟ حفظك الله ورعاك. سلامتك، وش فيك انت؟ والله كانت عندي انا في حصوه. اليوم نزلوا لي الدم في الليل ونزلوا لي. ايوه وسووا لك عمليه ولا قسطره ولا وش سووا؟ نزلوا الله يكرمك. اي الحمد لله. زي قسط ب... 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 ما هو بعمليه يعني؟ لا الحمد لله. امورك طيبه الان؟ والله فلك العافيه. احنا من الهيئه الملكيه مسؤولين الهيئه. حياكم الله. جينا بس نطمن عليك ونزورك وندعو لك بالشفاء جميعا. الله يجزيكم خير. ويعني هديه بسيطه بنحطها هنا لك. الله يحفظك ويرعاك. قدامك العافيه ان شاء الله. فلك العافيه. فلك العافيه. السلام عليكم. حياك الله. ما يجيك الباس ان شاء الله. صحة. السلام عليكم يا عم. السلام. الله يسعد صباحك ان شاء الله. خير. بشرنا عنك، كيف صحتك؟ حفظك الله ورعاك. الله يبارك فيك يا محمد، انت طيب بخير؟ خير. سلامتك، وش فيك؟ والله عندي مفاصل. يعني بس تنويم عادي ولا فيها عملية؟ لا عملية والله. للركبة؟ اي والله. اي فالك العافية. ظروف ولا وش؟ لا مفصل ما تاكل مرة. ايوه. اقول له على بقل ما اعرف شو صلحت العمليه ولا باقي؟ لا صلحت الثلاث اللي فات. الحمد لله على سلامتك. حبينا نزورك. الله يوفقك ونبارك لك ان شاء الله بالعافيه وتخرج بالسلامه. يوفقك والله. احنا مسؤولين من الهيئه الملكيه. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. نهديك هديه بس. الصحه والعافيه. حياك الله. كيف صحتك؟ طيب والله تمام. من انا؟ عبد الرزاق الحايدي. الله يحييك عبد الرزاق. كيف صحتك؟ طيب سلامتك والله. الله يسلمك. وشو حادث ولا ايه؟ والله طحت من السياره كنا في البر. طحت من السيارة. ايوه. كنا رايحين نقمص طالع. ايوه. تعرف مع الطرد. وانت تعمل هنا يا عبد الرزاق؟ اي نعم شغال هنا في الهيئة. في الهيئة نفسها؟ لا شغال بالرشد. بالرشد اي حياك الله والله. الله يبارك. حبينا بس نسلم عليك ونقدم لك بس العافية. ذكرى ان شاء الله ما هي الا ايام وتخرج بالسلامة ومشافى معافى. يسلمك العافية ان شاء الله. حفظك الله ورعاك. الله يبارك فيك. ما قصرت. حفظك الله. السلام عليكم يا عم. صبحك بالخير. كيفك انت؟ بشرنا عنك. سلامتك، وش فيك؟ والله عمك. ها؟ طح طيحه من البيت ولا من سيارة؟ ها؟ في العمل. وين شركة انت؟ في مؤسسة. والله الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك ويعطيك العافية. حبينا بس نسلم عليك. احنا من مسؤولين الهيئة الملكية ونزور زملائنا المرضى هنا. الله يبارك فيك ونقدم لهم بس هدايا ذكر. لا تتحرك. الله يحفظك. لا تتحرك. حفظك الله ورعاك يا مال الله. السلام عليكم. حياك الله. سلامتك والله. بشرنا عن صحتك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. وش تشتكي من الله يحفظك؟ لكن كان صار لي حادث من الاسبوع اللي فات. سيارة؟ عندي خبطة في انفي وتيشر 50%. الحمد لله. وفي ورم والحمد لله رب العالمين. حادث الراس هذا والله. هذا جسمك هنا سليم ورجوله. الحمد لله. اللهم لك الحمد ولك العافية. الحمد لله الحمد لله. الله يخرجك بالسلام ان شاء الله. احنا من مسؤولين الهيئة الملكية. حبينا نزورك ونسلم عليك ونطمن عليك ونقدم لك العافيه ان شاء الله. هديه بسيطه. الله يحفظك ويرعاك ان شاء الله. فلك العافيه ان شاء الله. فلك العافيه. هاو ار يو؟ وات از يور جود نيم؟ ريمان. هاو ار يو ريمان؟ فروم ويتش كومباني يو ار؟ البرجس. البرجس. وير ار يو وركينج؟ كونستراكشن كونتراكتر اور وات؟ ايوه وات از ذا بروبلم؟
اس دبليو اس اس اي ووتر بايب لاين. ها ووتر بايب لاين فور ذا بوليس يو سيد ان ارابيك. الرابيك سو ات واز ان اكسيدنت. الحمد لله everything is okay now. No fractions or some fractions. Alhamdulillah. Inshallah, you will be okay. One day you will be leaving the hospital. So please accept that. Thank you so much, really. We will put it for you. Hada Hamad. Hala Hamad Al Habib. كيف صحتك؟ سلامات. ما قلت لنا. الحين علمنا انك في المستشفى نزورك حق واجب في غير هذا الزمان والمكان. الله يحفظك. شلونك يا حمد؟ طيب الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. وش فيك؟ والله عندي خروج. ايوه والحمد لله على سلامتك. والله الله يبارك فيك. هذا ولد زميلنا محمد مبارك، يعني من زملاء توفاه الله، الله يرحمه أبوه يمكن قبل 4 سنوات، الله من زملائنا الأقدمين، أبوه اللي من بداية الهيئة الملكية من عام 1398 أنا في الهيئة وأبوه في الهيئة. أي والله الله يحفظه ويرعاه. إحنا بس يعني في زيارة من مسؤولين الهيئة نقدم لك هدية وندعو لك بالشفاء إن شاء الله. توصينا خدمة يا حمد حفظك الله ورعاك.